Mira. أهو يلا السؤال يعطينا تبارك الله عليه توكي. راه انيس محمود هو اللي غادي يبقى كاتب عام، وهي هادشي اللي قالوا الاخوان، هادشي اللي قالوا باش تعرف الروينه في الرجاء، باش تعرف راه ما كاينش حاجه، يعني ما كاينش شفافيه في تسيير الفريق، يعني شاد عليهم شي دواسه تما ما لقاو كيديروا ليه شي شي. الو، سي نسيك، وي سي علي، مرحبا، تحياتي. تحية ليك وتحية للجماهير اللي متبعة اللايف، تبارك الله. الله يحفظك خويا، بارك الله فيك، مرحبا مرحبا خويا. اش يمكن لك تقول لينا على الرئيس وهذا الشيء اللي واقع في الرجاء دابا؟ صراحة داكشي اللي واقع في الرجاء البيضاوي صراحة يحزن القلب، ما دام الحكماء والخبثاء في على سدة الحكم. أوزال الجماهير الفتية اللي يلا عفت الرجاء في 5 سنوات الأخيرة اللي ما كتعرفش. وي أوزال حنا عشرنا في التسعينات، الله يرحم الوالدين، دار انقلاب على المكتب اللي دينا معه أول عصبة الأبطال الله يرحم الوالدين. والبطولة من 90. سي نسيك حنا عارفين عن الأوضاع وعارفين كيفاش كيمشي التيران الوزيس اللي كان فيه ديك التير باقي في الحيط ديال فرنسا. وياه الحيط، هذاك الحيط اللي كان ورا الشبكة، عقلت عليه، كان ورا الشبكة وكان كان ورا الشبكة اللي من ليه، الشبكة اللي مشيت هذيك وكان ياك. وما كانش فيه حتى داك الكرياج، هذاك كان هذاك هذاك المدرجات الاخرين اللي ويا سادوا مكانها في ما كانوش، 1994. ما كانش، كان غير داك الوسطاني، داك المدرج الوسطاني اللي مغطيه هو اللي كان صافي، اي داك الشيء اللي كان شي على الاوزان والحيط التسعينات. موسخ، الحيط شبعان حمري كيضربوا فيه والله البالونات، العظيم ديك البالونات بالحمري. قسما بالله، قسما بالله السيناتيك كنت دير خوت ديالي كانوا وداديك، كنت ديهم الوداد كتصيفطني، كتقول لي ديهم تيرين الوداد باش ما يتوتروش. والله العظيم الا ملي كنت كندخل معاهم تيرين الوداد تيرين الدراري صراحه هادشي نقولو بصراحه، اه كنت عاد اوزير في التسعينات وليت كنمشي من الوزي وكدوز من تيران الراجا. والله العظيم كنت كنتاسف مني في الباب الكبير ديال الراجا، فيه النص ديال شعار الراجا والستير اخر مصبر. اي هو ده سميتو الغريم، راه كان شاد مكوار ديك الساعه شبعان فلوس، عرفتي مكوار كان لاباس عليه مكوار، بعدا راه اول واحد في التاريخ ديال المغرب كيدير ان كلوب الفرقه، وهذا الشيء راه شفتو بعيني انا. صراحة الناس اللي كيخرجوا كيبقاو يهضروا حلوا فمهم، راه ما عاشوش داك الشيء اللي عشناه حنايا، اللي عشنا الناس ما الحكماء كيعرفوش، السيناتي. الناس ما كيعرفوش الكلوب ديال الغريم اللي اسمه نوتيلوس. نوتيلوس هو الكلوب، اول فرقه دارت كلوب هي الغريم، دارتو في هذا النوتيلوس داكشي حدا 90 و91. قبلت حوض الحوت، قبلت لافوار انترناسيونال، كان واحد الباركينغ قبل ما يتبنى المسجد الحسن الثاني، كان واحد الباركينغ تما ديال لافوار، وكان قبلتو لا بيسين مونيسيبال، لا بيسين مونيسيبال لاصق فيها هذاك الكلوب ديال النوتيلوس تاع الغريم، وعاد من الجهه الاخرى كاين لا بيسين ديال المباريات اللي هو كومبيتيسيون، كيتسمى كومبيتيسيون. فهادشي هذاك الشوانطي لعبنا فيه كورة، ولعبنا فيه هذيك كروسات الهرمات، ولعبنا فيه العجب والدور بزاف، انا ما لعبنا تما، وكنا كنمشيو في الصغار، انا الصغار ديك الساعة ما كنعرف لا وداد لا رجل، كنعرف فرقة ديال الكورة ديال الاجتماع، وهادي كنا كنمشيو كنطلعو عليهم وتيجي لعندنا الاحساس كنهربو. فهمت هادشي راه شفناه حنايا الرجا ديال بصح، وشفنا اللعابة ديال بصح، والتسيير تاع بصح. دونك دابا ملي كنشوف شي حاجة ما كتعجبناش كنخرجو، كنخرجو بدافع الغيرة، لان شفنا ما احسن، راه ماشي هذا هو التسيير، هو هذا، راه هذا الشيء راه كيمس بالسمعة ديال الفرقة، راه عندها تاريخ هذه الفرقة، خص يسيروها ناس اللي في المستوى. نعم خويا، شوف السي ناسي نعم، فريق الرجاء البيضاوي وهاد الناس دابا اللي كيتبعوا اللايف، الناس اللي الراجل اللي ما عارفينش اوزيل، وي اوزيل من 90 حتى 94 كان غادي نحطوا الدوزيام ديفيزيون، راه كنتي عاقلي وي واش وي عقلتي السي ناسي ولا لا؟ وي بيت دو جوردان، البيت دو جوردان مع النادي الانجليزي هو اللي انقذ الرجاء من قسم الوطني الثاني، من قسم الظلمات، فاهم؟ اوزيل وي البيت ديال الاستاذ، البيت ديال الاستاذ وبيت دو جوردان، وزيد وحنا عليه، كنا بزاف الماتشات الاخرين وسكلاسينا 13 وزيد عليه زيد عليه العهد ديال الصويري في 2007، 2007 تا هو اذا هما من 90 مع من اذا مكناس. هو انقلب من اي من اذا انقلب من 90 هما من نفس الاشخاص اللي دوروا بيناتهم، كي دوروا بيناتهم داكشي مع استثناءات، مع استثناء غلام وسي عمار، دابا هذو اللي دزنا معاهم، اللي دزنا معاهم في
دابا دابا هاد السنة هادي واحد القضية اخويا، دابا هاد السنة دابا حاجة اللي ما خصوش هاد الناس دابا اللي هما شادين وعاضين في الرجا، خصهم يعرفوا واحد القضية، بأنك كنتو عاضين في الرجا لأنه كنتو حال بينها وكتاكلوا وما اش كتاكلوا، كتاكلوا داكشي اللي كيعطيكم الجمهور، الجمهور اللي مسكين اللي مسكين على قد الحال، داكشي اللي في جيبو كيتعصر وكيجبدو كيحطوا لكم. هاد الجمهور هذا راه عاق وفاق، راه ما عندكم ما بقى عندكم ما تحلبوا، راه ما يعطيكم والو هاد العام، راه ما غتاكلوا والو من الرجا، غتلقوا منا. هي خليوا الرجا الا كاين واحد خمسه ولا سته د الناس بغاو يسيروا الفرقه وشويه ويتقاتلوا ويمشيوا معاه شويه، ماشي خليهم يخدموا واعطيهم اتساع، سيروا قابلوا حفايدكم، انا قلتها لكم، راه هذوك الشراف راه ما بقى عندهم ما ياكلوا من الرجا، صافي راه الجمهور فينيتو، ما بقى يعطيكم حتى ريال، وشتي واخا شي واحد يبغي يعطيكم الفلوس غنوقفوا ليه، غير باش تعرفوا حنا غنوقفوا ما هاد البيضه في الطاس، حتى تمشيو بحالكم على خاطركم. صلاني ويا سيناتي، شوف سيناتي، حنا كجماهير كنا حنا جماهير في الغربه، والناس اللي راجعوا لنا في الغربه كنا كنساعدوا الفارق، كنمشيو نشرو، ما كنشروش برودوي واحد، كنشرو 12 و13 برودوي كنعاونوا الفرقه وكل شيء، ولكن حنا ما حد دابا الان نتبين بان اوزان هو اللي ماسك خويا في اللعبه، فالراجع هو مول بالون، هو اللي كفرق اللعبه، هو اللي كفرق اللعبه على هذا والمريقية ديالو والحبالة والغياطة. حنا راه كجماهير ما بقيناش غادي نعطيو شي ريال ما حد اوزان في الفرقة، باش نجيو حنا باش نجيو من الاخر، باش نجيو من الاخر، باش هذا الراجع البيضاوي ما توقعش ليه كيما وقع للنادي المكنسي والكوكب مراكشي، الا بقاو الحكام في سدة الحكم راه حنا غادي بهذه الطريقة هذه، راه كون راه الناس اللي كتأجل لولا هذا الجمهور الفريق كان شي غاية بطولونات. شوف بلاتي بلاتي بلاتي، واحد الاخ خالد اسني قال لك انت مريقي بودريقي بودريقه، شوف نقول لك من هنا بلا ما تقعد في راسك، بودريقه انا ما عندي بيه حتى شي علاقه، وبودريقه مباشر ترشح كاع كون هاني، راه بعيد على الرجاء بودريقه، دقه كيخرج يتريقل، راه كيتريقل ومره مره كيخرج يبدل معاهم المسرحيه، راه كيجلس معاهم هذوك الحكامه ودوك القدام اللي كيسيروا الفرقه، راه كيجلس معاهم وتيضحك معاهم وتيلعب معاهم وتيهضر معاهم، باش ما تلصقش فينا حنا بودريقه، حنا تندوي على مصلحة الرجاء، مصلحة الرجاء أنه هاد المسرحية اللي لاعبينها الحكام متحكمين في الفرقة ومكوشين فيها هكا ومفرقين المصالح بيناتهم، كل واحد راشينو شوية باش يخليهم هما الفوق يبقاو شادين، جات الوقت باش يطلقوا من الفرقة، وخصهم يعرفوا بأن هاد الفرقة واخا يبقى شادين فيها بقى ما ياخذوا التريال، راه صافي الوقت ديال حليب الجمهور سالا، جبدوا شي فلوس إلا عندكم، ما عندكمش فلوس تلقوا من هاد الفرقة عطوها اتساع، صافي. نعم سيناتي، حنا راه هاد الرجاء هذا راه نبقاو نتحاربوا على حتى نرجعوا الرجاء ديالنا، رجاء الالقاب اللي تزود في الارض، وي تكون رجاء الالقاب القاريه والمحليه ديال الرجاء اللي بغينا، فهمتيني؟ وكنقول للمنخرطين، انا كنقول للمنخرطين حشومة عليكم انكم في الجيب العام ديال الحسبان اللي كانت عندكم فرصه تاريخيه باش جنين يولد ويعيش وانتو كنتو امير الاوزان وقبلتو على الزياده بالتزكيه، والان كذلك اوزان كيتدخل وكيدير داكشي اللي بغا، انيس محفوظ كذلك ومثال، فهمتيني؟ وهما كيتفرجوا، وهما كيتفرجوا، ها كيتفرجوا، ها كيتفرجوا، صافي كيعجبونا حنا، كيعجبونا غا في اللايفات وكيعجبونا في الخارجات ديالنا، والله العظيم انا زعما انا كنت معول ان غاد المره صافي راه قلتها ديال لقيتها فاش كذا، ساعه والله ما كاين شيء، ما كاين والو، ما كاين والو، واش كتبوا على عباد الله، راه ما كاين والو، ما كاين، انا متعول، اه كاين، انا متعول، ما كاين، انا متعول، شي وكان وجه واحد الرساله، واحد الرساله كانت تسال فيها، كان وجه رساله في اسامه بن عبد الله والسي المغولي، انتم مشجعين لفريق اخر هو المصري كنحترمو، اذا انا بغيت نفهم ان علاش كتجيو تنطروا وكتبغي ديروا لنا الارهاب الفكري والوصايه الفكريه وتقبلوا واحد النموذج اللي هو نموذج فاشل، علاش ما تكونش عندكم الجرأه وتمشيو عند رئيس الجامعي اللي كنختارو وتقولوا لي شوف سيدي ما تنفعلش في القرارات ديال المؤسسات وجيب وليدك المدرسه. بلاتي واحد خينا والله الا بلاتي بلاتي هاد خالد اسني هذا اش قالت ليه بقى يتجاوب معايا، شوف شتي انا ندير بريزيدون والله تنقد بها بالله، ندير بريزيدون نقد بها، علاش؟ لان غنمشي على حسب الامكانيات اللي كاينه، ولكن الريال ديال الرجا ما يفلتش، الريال ديال الرجا ما يمشيش، فهمتي؟ راه غنشد عندي فلوس الرجا، والله شي واحد لبقى خدا شي ريال، شي قال لك المريقيه اللي جالسين ضاربين الطماطم دابا، والله شي واحد لبقى خدا شي ريال، فلوس الرجا يبقاو فيها في صندوقها يبقاو، ويتخسروا على الرجا، ويبانوا على الرجا فلوسها،
غادي يوليو عباد الله يقولوا لي انت اللي كتجيب هاد الفلوس. نقولها لك ولكن ما خصش، ولكن ما خصش اوزان لي 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 يعني كنسطي انا نعقل على شي اوزان، انا نعقل على اوزان، كنعقل على الله، كنعرف على الله هو اللي كنعرف، والله ما نعقل على شي اوزان، والله اوزان لا دام معايا الريال، شي ريال لا دام. اذا لو انتقلوا للسي رشيد الاندلسي، انا كنعتقد امور صعبه جدا للسي رشيد الاندلسي، لان راه عز ديال 7 مليار راه ما ساهلاش. راه اللعاب اللي كيتخاد دابا اللي كيتسالوا 5 مليار، غط بوحدهم 5 مليار، راه هذه راه كارثه، هذه راه قنبله موقوته، قنبله موقوته. راه الا مشات الفيفا، الا مشاو كامل التحولات دابا راه كيتسالوا، الا تحولات 5 مليار ما لقاو شي حل، راه تحول اللي تيجي وهاد اللي تيجي لو 5 مليون ديال الدولار، يعني اللي تيجي في السباق راه كون متاكد بان الفيفا راه تثبط ناقص مطلوبين اوتوماتيكمون. هادشي راه كنشوفوه واقع. دابا ولينا شاكين دابا في هادشي اللي واقع في الرازا، والله الا ولينا شاكين في شي حاجه، شي جهه اخرى جايين منها عباد الله. ملي كتشوف بحال هذاك اللي هذاك مشارك اللي ولا منخرط في الوداد، وتيقولوا كان واحد الوقت باغي يجيبوه الرجا، هنا كيبان لك الاختراق اللي كاين في الرجا. ما بقيتش الثقه هادو اللي كيسيدوا في الرجا، والله الا مخترقه الرجا حتى في الوازيس الداخل مخترقه. شي دابا كيفاش؟ دابا راه كيحوطوا كيفاش يديروا باش يشدوا الرجاء يشدوه عندهم. هاد السيد هذا هو مليري، عنده فلوس، باغي يروج، عنده النفوذ والسلطه، وداكشي اللي خدامين حنا باش نتحملوا انت حنا، باش يعني يكون عندنا التليفون صحيح، راه شخص رئيس اللي عنده النفوذ والمال والسلطه والتليفون والعلاقات، ويكون عنده الكاريزما وشخصيه قويه، ويكون قيادي، تكون عنده الجبهه، لان هاد البطوله هادي للاسف راه الا ما عندكش الوجه، اللي ما عندكش تخريج، ما كنتيش تخرج العيني، وما ما ما كنتيش تحيه وبعض الشعبويه، راه غادي يعرفوا علينا السينيسي بيان سير. والعام جاي كثر تزاد واحد اخر. واخا اخويا كنشكرك اخويا، بارك الله فيك، نعطيو فرصه عاود لواحد اخر. تحياتي تبارك الله، عليك عينك الله اخويا. جود امين، واه جود امين جابوا الهدايا. جود امين كيف ما كان الحال، انسان ثقه وانسان معقول، ماشي من داك النوع اللي شوفوا السي علوي. الوغ علوي هذا اللي داوي والله ما رجاوي. علاش اخو حكمتني ماشي رجاوي؟ علاش تدوي من نيتو صاحبي، تدوي من قلبو هذاك؟ علاش ما فهمتش. السلام عليكم. اهلا سي رضا، تحياتي ليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. غير ملي جبتي جواد الامين باش الناس يعرفوا. جواد الامين رجاوي قح، ولكن كيلعب في الرجاء. وهي هي انا كنرتاح ليه الصراحه، مزيان انا زعما تيبان لي السيد نقي من الداخل، ماشي من داك النوع. لا 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 جات انا على رجاء، جاتني الشان. المهم سي يوسف، غير باش ندخلو مباشرة في الو 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 وي وي كنسمعك، تفضل. قلت لك غير باش نقص التلفزيون باش ما نبقاش. بصح راه كيدير شوي شوي، الله يديرو في التلفزيون. بصح واخا سيدي، واخا تفضل، نقص الصوت وزيد، يلا تفضل. لك بالنسبه للوضع الحالي ديال الرجاء، هو وضع غير عادي. وي لان المكتب الحالي انا ما واش كنشوف واش بالاستطاعه ديالو تدبير هذه الازمه. وي لانه لانه ضروري خصو يبحث على مستشارين جدد، ومستشارين ماشي اي مستشار ديال 32 مليون ديال 40 مليون. وي خص مستشارين، ولكن اللي دابا خص هذا المستشار اللي غادي يجي واش باقي عنده ديك الثقه ولا لا؟
لا سي سا نقول يعني هذا هو المشكل حيت راسي نورمال هاد المستشارين حتى هما كيشوفوا لي لايف كيشوفوا الجماهير كيفاش كتفاعل مع الموقع الرسمي، كيفاش كتفاعل مع الرئيس، كيفاش كتفاعل مع المكتب، هادشي كله كيشوفوه. لا انا نكون مسؤول في شركة معينة بغيت الراجل ديالي استشهار، راني غندير هاد الدراسة، انا خصني ندير دراسة ماشي غنجي ونمشي نلوح رجليا انا نجي نتلاع، خصني نعرف هاد الفرقة. الفرقة اللي عندها توترات وكاين هناك انعدام الثقة ديال الجماهير في المكتب المسير وفي النزاهة ديال المكتب المسير، كيفاش ممكن يثق فيها انا وندير معاه عقد؟ سافا با. تمام. ها هو دابا هذا المستشار مثلا جالس كيسمع ومتبع متبع الاخبار، كيسمع انه كاين واحد العقد توقع ولا دي كونترا اللي تعطوا فاهم هذيك سميتو ديك الوثائق اللي كيقولوا انها تسربت، انه ديال اللي تعطوا شي لعابه وي عينيا وي وي انه هما كوادر ديال الفريق، بغيت هذا المستشار يثق بيه. وي 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 راه فكرتينا في واحد الحاجه اللي زعما بكل صراحه فكرتيني في الحاج عبد الرزاق مكواد الله يرحمه وي شاري نقول لك، وكنقول انا دائما ورغم بعض الناس اعظم مسير عصر في واقع الكره الوطنيه. اه بيان سور بيان سور اعظم مسير انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي فيها. اي اي لا لا هذا الانسان اللي يستاهل الشهاده تشهديه وذكر موتاكم بخير، فما بالك انه الا كان السيد اخلاقه مزيانه وسلوكه مزيان وتاريخه مزيان خصك تذكره. تماما تماما. راه جبتي قبل هذيك المساله ديال لو كلوب اللي دار والمركب ديال بن جلوه، اول فريق اللي دار مركب بالكازون، الكازون دار الكازون لقيته اللي احنا باقي عندنا التراب، هو الانسان يكون واقعي خصو يكون واحد الواقع ماشي بريان. ديك الساعه كنا لعبنا طار انا كنلعب في المينيم ديال الرجاء، راه داك الشيء زعما شغادي نقول لك. على كل بالنسبه يا اخي لان غنرد على شي واحد يبقى ناقد داخل ناقد داك الحوار ديال دواء انت ابو دريك داك الشيء، مساله حشومه يقولها. شوف هذا كنعرف انا الناس اون جينيرال اللي كيكون ما عنده والو في الصندوقه باش يمكن يتناقش معاك وباش يمكن يتحاور معاك، كيسخنك واحد التيكيتا، كيسخن انت ابو دريقي، انت مريقي، انت كذا. انا ودي يوسف راه كنعرفو مزيان وكنتناقشو انا وياه، راه تقريبا دخلنا جوج يوم كثير كنتناقشو وكنعرف الفيك ديالك وعرفت كيفاش كيتمشى، وربما وقيلا انا وياك انتقدنا ابو دريقي بواحد الدرجه كبيره. ويلي شحال انتقدناه تعينا وحق الله العظيم. محترم، يبقى محترم تماما. وراه مع كامل الاسف ما كنتش شارك في ذاك اللايف، ولكن انا ما بغيتش تفوتني الفرصه باش نذكر بها. الله يهديك الله يهديك. كاين المساله ديال الكاتب زعما نبقاو نجرجروا في هذا السميت، ولا خصي على السيد خصو يعرف انه عمل جمعوي تطوعي. صح. شوف انت كرجل قانون وتبارك الله ضريح في القانون، راه محامي دولي راه ماشي سيدي. القانون شفناه اذا كاين قانون ديال وادي الجمعيات الرياضيه، هذا تيوضح المساله، راه كيعطي للرئيس اللي كيتعين في الظروف، اللي هو نائب الرئيس كيتعين باش لتصريف الاعمال الى غايه عقد جمع عام، هذا الرئيس هذا كيعطيه نفس الصلاحيات اللي عند الرئيس الفعلي المنتخب، نفس الصلاحيات. صافي، إذا مادام هذا الرئيس عنده نفس الصلاحيات راه من حقه يعاود يشكل مكتب المديري من جديد، من حقه، لأنه عنده حق في لائحة يخدم معاها، ماشي تفرض عليا نفس الأسماء اللي كانت نخدم معاهم، نو نو، من حقي نبدل، بغيت نغير جوج ثلاثة أربعة، داك الشيء على حسب استراتيجية العمل اللي باغي ندير، لأنني أنا راه ماشي غادي غير نخدم على واحد الطريقة، واحد السيد حط لي واحد الطريقة نخدم بها، لأنه راه الأندلس ما يخدمش بالطريقة 100% اللي دار الزياد.
غادي يبدل شي حوايج، عنده افكار ديال، وراه قالها هو، قال لك انا راه كل واحد مستقل بالشخصيه ديالو، كل واحد تمام مستقل بافكاره. دونك استراتيجيه كيخصها رجال، ماشي غتفرض عليه نفس الرجال استراتيجيه مختلفه. دونك غير زياده بخص نقطه اللي شفتيها ديال السي خالد ديال السي رشيد الاندلسي، ربما الناس ما كتعرفش لانه كان فقعت واحد وقفات احتجاجيه على قبل النافوره اللي عقلت عليها، على قبلاش؟ النافوره اللي اي كانت القديمه النافوره، اياه 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 او جماعه وقفات احتجاجيه، لا ما خصهاش تريد ما خصهاش تعب، وفرض فرض هذاك الراي ديالو ودرات ودار الاخرى من الجهه الاخرى اللي دارها جديده، وي وبصراحه راه خدام فيه، حيت كاين شي حوايج الناس ما كيعرفوش. بون كوكتي اجير، كوكتي اجير، كوكتي اجير، وي اجير، راك عندك عمل عندك عقد عمل مقابل اجره، هنا لو باترون عنده الحق يفصلك، اما انت كدير عمل جمعوي، بغى الرئيس، بغاك الرئيس تخدم معاه هو، هذاك ما بغاش تخدم سي الله يعاونك، غادي يقول لك سمح لي راني عودتك بواحد اخر، سالينا. ونرجع للنقطة أخرى ديال الجمع العام، راه خصو يكون أستاذ، لأن أنا اللي سمعت اليوم، سمعت أن الجامعة غادي تحرم الفرق اللي ما دارتش الجمعة العامة ديالها من منحة النقد التجاري. يا الرجال مهنيين منا، ما عندهمش أصلا. لا ولكن اه ما ولكن ياخذوهاش حتى 600 مليون ديال هذا العام، ما ياخذوهاش، يعني ما تلقش لهم من الديون. دابا ماشي هذا هو المشكل، دابا إذا الجامعة حرمت منا حرمت منا فريق الرجاء، معناه هذا أن الناس غيتخلصوا ما غيتخلصوش. ايه قلت لك انا، قلت لك انا ما يتخلصوش منا الديون، ما يتخلصوش منا الديون هذا العام. فوالا دونك غيولي مشكله كبيره، غيقول لهم اروا لنا 600 مليون من جهه اخرى، دبروا فيها. الله يعطيك الصحه، فوالا. لان الجمع العام مزيان من جات من هذه الجهه، لان الجمع العام خصو يكون، هذا شوف محد باقي قريب لينا هالدور، امين المال وباقي قريب لينا الزيات، باقي قريب لينا، كيخصهم يجلسوا باش يفسروا لنا، يفسروا لنا ذاك التقرير المالي والتقرير الاداري. تنفهموا داك خاص مع من غتحاسب، اه فوالا. شو واحد اخر يقول لك اخويا شوفوا الرئيس، انا ما عارفش، انا شوفوا الرئيس سير قلبوا عليه فينا هو دابا، هادشي اللي كاين. واخا اخويا شكرا خويا رضا، تحياتي لك، تفضل تفضل. ديك المرة ما كنت هناك وهي المسألة كنت وقعت تحت الدولة ديالك، وي كنت المسألة ديال ديك الانخراط، ينقصوا من الثمن السومة ديال الانخراط. وي 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 انا غادي نقول لك واحد القضية سمعتها اول البارح، وي انا بكل صراحة شتي هذه المسألة، مازال حنا ما نضجناش لدرجة اننا واخا ينقصوا من الانخراط راه ما نشاركوش. غادي نقول لك علاش، في راسك ان الغريم داو هذه المسألة هذه ياك ما نجحتش اليوم. واش عارف شحال ديال المنخرط، شحال الناس اللي طلبوا تبع اللي زعما كانوا يطلبوا ينخرطوا؟ شحال؟ 33 واحد، وكلهم يعني في واحد 95 ولا 96% غير ديال 3500 درهم، شحال غتجيو فيك؟ 4 مليون ولا 3 مليون ونص؟ هادوك دابا هادوك عارفين راسهم ربما انه واخا كاع غينخرطوا، واش كون غيتصنت لهم؟ واش فوالا واش فهمتيني؟ عارفين رئيس فرعون صاحبي، حتى الله ما يتسوق لشي واحد، ماشي بحالنا حنا، حنا هما المنخرطين ديالنا، هما داروا لقاء، هما طلبوا جمع عام حضوري، المكتب المديري قال لهم امين صافي يا بات بروبليم، يلاه سيدي تنديروا حضوري، هما اجلوه واش بروبليم، وسير دير مع الناصري واش يتسوق لك القلب، والله تيمشي يدير جمع عام هو في البحر، الله ما يسكت في البحر يديرو، يمشي يكري في لاكوت في عين ديال واحد واحد القهوه تما، ويصوت الكراسه ويدير لك جمع عام، سير دير براسك مع الحيوان. فهمت؟ حنا ماشي بحال ديروها معانا اخويا، غاديو معانا انا الاول نخاف، يلا ديروها معانا. والله كاين غير واحد القضيه باش نختم، خليك انا هذه المساله ديال الجماهير، راه كاينين شي جنود في الخفاء كياخذوا واحد الحرب في الكواليس بالنيابه، يعني من الله شوف انا اللي كيجندهم، راه انا شي احكام قيمه، راه انا قالوني، انا من الناس اللي قالوهم، الله الا قالوني الحشومه. وهناك راه كاين واحد اللايفات مشبوهه، انا ما كنعممش، ولكن راه كاين ناس اللي بكل صراحه باش ما نعطيش احكام قيمه، راه هذا الشيء راه للاسف امور كتسيء الفريق وكتنسى واحد. كدك تقول في الفرقه، كدك تقول في الفرقه صاحبي، قولوا لي قولي شكون هذا الرجاوي، هذا الرجاوي اللي ما بغاش الفرقه تكون بخير، وباش الفرقه تكون بخير في التيران راه كيخص الناس الجهاز التسييري يكون في المستوى، وكيوفر لها الظروف وكيعزز الفرقه. انتدابات واخا جايين داك النهار كيقول لك راه الفرقه بقاده وما عندنا ما نديرو بانتدابات، وفينا دوك مصدعين لنا انتدابات، ها هي الفرقه، ها هي احسن فرقه في المغرب، قال لك راه كذا. الشريف
انت كتكلم دابا عن مستوى البطوله، ولكن تسنى ملي غتدخل صحيح دوري المجموعات في عصبه الابطال وغادي نشوف واش باقي تقول هاد الهضره هادي ديال حنا في الله الحصن. يسامحها. واش عندنا الركاب اللي غيسيروا هذاك ديك الساعه ها ديال عصبه الابطال ولا لا؟ وهذوك اللعابه اللي عندنا دابا الستوك اللي عندنا راه باش يمكن ليهم يبقاو ليك العام كامل هما كيعطيو، كيخصك تحط دي فالور بحالهم اللي سرحوهم يسرحوهم في ماتش جوج ثلاثه اربعه، كتلقى الميم بروفيل كيدخل وكيعطي النتيجه كيحسم. حنا بكل التأكيد. انا صعب هادشي كامل. واش الناس ما كيعرفوش الكوره ولا كيبغيو يتعاملوا؟ انا ما فهمتش. راه كيخص، راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل تكون رجاوي، والله ما ساهل تكون رجاوي. الله يهدي ما خلق وصافي هادشي ما كامل. فيهاش. راه شوف، انا لعبت في الرجاء، كنت مول خالد في الرجاء. ماشي باش كنقول لك، مش وحدي، اسمي ترى ماشي، ونطلب الله من يسر الامور. شكرا خويا، تحياتي شكرا السي رضا، تحياتي تحياتي لك، تبارك الله عليك، الله يعاونك خويا، الله يعاونك، بسلامة خويا، بسلامة.